مشاهدينا هنروح دلوقتي يمكن لمنطقة تانية، وخلينا نتكلم عن منطقة مصر القديمة بالتحديد واللي موجود هناك في المتحف القبطي، واحد من المتاحف اللي بيضم أكبر مجموعة من الآثار القبطية في العالم وبيستحوذ على قطع نادرة للعائلة المقدسة. تفاصيل أكتر هنعرفها من موفد التلفزيون المصري كريم بيبرز. صباح الخير عليك يا كريم، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير يا فسنت، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل المصريين. فعلا يمكن النهارده يوم جميل، النهارده يوم خاص، احتفال خاص بعيد الميلاد المجيد. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب المصري دايما بخير وفرحه وسلام. هنا في مجمع الاديان زي ما زميلي العزيز محمود جميل كان بيتكلم، هو دايما مكان مميز ومختلف للاحتفالات الخاصه بعيد الميلاد المجيد، وتحديدا لو اتكلمنا زي ما قلت دلوقتي عن المتحف القبطي الاثري هنا في مجمع الأديان. الحقيقة المجمع ده، المتحف ده من أهم المتاحف اللي بتضم الآثار القبطية المختلفة والمتنوعة والفريدة الحقيقة. يمكن المتحف ده تم إنشاؤه 1910 في عهد الملك فاروق، ولكن المهم كمان هي فكرة إنشاء المتحف. فكرة إنشاء المتحف جت عن طريق مرقس باشا. الحقيقة إن هو كان عنده هدف مختلف، إن هو إزاي يقدر يجمع كل الآثار القبطية في أرض الديانات ومهد الديانات وأرض الحضارات وهي مصر. عشان كده ده كان مكان مميز، أرض للديانات، مهد الحضارات، وكمان بيجمع كل الآثار القبطية اللي بتضم هنا في المتحف أكتر من 10,000 أو ما يقرب من 10,000 قطعة أثرية مختلفة. والأهم هو مسار العائلة المقدسة اللي كان فيه المسيح عليه السلام، اللي اتحرك فيه ووصل مصر واحتمى كمان هنا في مصر بشعب مصر. يمكن النهاردة هيبقى يوم مميز، يعني المصريين هيجوا يحتفلوا النهاردة بعد صيام تقريبا 43 يوم، هيحتفلوا بإما اللحوم المختلفة بعد طبعا الأكل النباتي اللي كان بقالهم فترة بنفطر أكل نباتي، لكن النهاردة هيكون بقى اللحوم وكل ما تشتهي الأنفس هيكون موجود على السفرات والطاولات المختلفة في البيوت المختلفة النهاردة. لكن كمان بعد ما هناكل وهنبسط، كمان الناس تتحرك على مجمع الأديان وتحديدا المتحف القبطي. يقدروا الناس ييجوا هنا المتحف القبطي بداية من 9 صباحا ويفضل مستمر لحد الساعة 4:30 الحقيقة. وأنا موجود بالفعل بدأت في بعض الزوار، ولكن هم زوار أجانب في حقيقة الأمر، يمكن عشان كمان المصريين امبارح كانوا في الكنائس بيصلوا وقعدوا سهرانين طول الليل، اكيد التجمعات العائليه واحتفال بليله العيد، فاكيد لسه طبعا ما صحيوش وخدوا راحتهم من النوم، لكن اكيد هيبتدوا يجوا مثلا بعد شويه او على الظهر يبتدوا يتحركوا على الاماكن السياحيه المختلفه عشان يحتفلوا بالعيد بطريقه مميزه ومختلفه زي ما قلنا هنا في المتحف القبطي. وهيشوفوا كمان احجار مميزه وهيشوفوا حاجات مميزه داخل المتحف القبطي، مسار العائله المقدسه زي ما ذكرنا، تحركات السيد المسيح ومريم والسيده مريم عليهم السلام لما اتحركوا داخل الطرق والاماكن والنقاط اللي اتحركوا فيها هنا في المتحف القبطي. يمكن ورايا كمان في مجسم صغير كده عن مسار العائلة المقدسة، وكمان على مدار بقى المتحف هيلاقي كذا مكان من كذا حاجة مختلفة من المتحف، سواء الأحجار الأثرية القبطية أو غيرها من المعالم الأثرية اللي موجودة على مدار سنين كتيرة جدا، يمكن دخلت أكتر من 110 سنة هنا موجودة في المتحف القبطي. وبصبح عليك مرة تانية وعلى كل الشعب المصري، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. شكرا ليك يا كريم، وكل سنة وإنت طيب، وكل المصريين بألف خير. شكرا ليك.